بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين صاحب السعاده الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربيه والتعليم سمو الامير سلطان بن, س بن محمد بن سعود الكبير رئيس مجلس اداره شركه المراعي معالي الدكتور علي بن عبد الخالق القرني مدير عام مكتب التربيه العربي لدول الخليج اصحاب السعاده الاباء والامهات الحفل الكريم خير ما نبدا به حفلنا هذا ايات عطره من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا الطالب احمد جابر محمد من المرحله الثانويه بالمعهد الديني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وَالسَّمَاءَ وَضَعَهَا وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ والارض وضعها للانام فيها فاكهه والنخل ذات الاكمام والحب ذو العصف والريحان فباي الاء ربكما تكذبان الحفل الكريم ما اسعدها من مناسبه ما اسعدها من مناسبه وما اعزها من لحظات هذه التي نلتقي في رحابها لتكريم الابداع والتميز في اشكاله ومجالاته المتعدده. اليوم حيث يلتقي التميز بالتكريم فيورقا معا حقلا من الفرح ويملأ مروجا من البهجه والعطاء. والان مع كلمه صاحب السعاده الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربيه والتعليم فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاه والسلام على رسولنا الكريم وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. سمو الامير سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيس مجلس اداره شركه المراعي معالي الاخ الدكتور علي بن عبد الخالق القرني مدير عام مكتب التربيه العربي دول الخليج، الاخوه والاخوات الضيوف ارحب بكم ترحبه صادقه في بلدكم مملكه البحرين. في هذا اللقاء المبارك الذي يبني صرحا متميزا في تعاوننا الاخوي، فالذي يربط بين دولنا يفوق الوصف ولن أبالغ عندما أقول تعجز عنه الكلمات. فنحن في مصير واحد وفي هدف واحد ويربطنا من وشائج القربه ومن تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف من أن يجعلنا دائماً ونحن نسعى لمزيد من الترابط والتعاون نشعر بأننا لازلنا في البداية. وهذا أيها الإخوة تحدي ليس بالأمر السهل لقد سعينا سمو الأمير أيها الأخوة الكرام منذ سنوات عديدة أن نزيد من العمل المتواصل بين دولنا وخصوصا من خلال هذا المكتب المتميز لنخلق نوعا من التعاون الذي نحن بحاجة إليه فأنا أحب أهني واكرر شكري للمكتب لهذا الاحتفال التاسع كنت اسال الاخ الدكتور كم توقع العدد قبل ان اصعد لكي اتشرف بالقاء هذه الكلمه امامكم فقال يمكن 400 500 سوف نعمل الان للتواصل بينهم حتى نديم هذا الترابط بيننا هناك ظروف ايها الاخوه لا تخفى على الجميع تتطلب منا أن نركز وأن لا نكرر أنفسنا إذا كان هناك مشروع متميز في بلد شقيق فبدل ما نبنى بدلا أن نبدأ من الصفر يجب أن نستفيد ونتعاون عنه والكلمة أيضا أوجهها لي للحضور الحضور لأبنائي المتفوقين سواء الذين في القاعة أو في خارجها التفوق نعمه من الله سبحانه وتعالى في البدايه وهو نتيجه لتواصل بين المدرسه وبين الاهالي ولكن هناك نقطه مهمه ابنائي تذكروا ان هناك ايضا متفوقين غيركم وهذه نقطه يجب ان نركز عليها تعرفون ابنائي هناك كثير من الطلاب تركوا التعليم لا ننظر انهم ما كانوا مجتهدين او والله ما كانوا عندهم رغبه في التعليم او منحرفين كل هذا وارد ولكن فيهم اناس يعتقدون انهم افضل وافهم من الكتاب الذي لديهم او من الشرح الذي يقدم لهم فهذه موازنه يجب ان لا تغيب عن بالنا فلذلك روح الفريق مهم جدا ابنائي وانا اتذكر مقوله حق احد الرياضيين ما دامنا في كلكم شباب خلينا نتكلم بهذا الاسلوب. يقول في مقولته ان بالموهبه تستطيع تكسب مباراه، سجل جول، ترمي رميه وتدخل الهدف وينتهي. ولكن بروح الفريق وبالذكاء تستطيع ان تفوز في بطولات في فرق بين المباراه وبين البطولات واترك التفكير لكم وايضا حق بناتي في الجهه الثانيه اذا فانا احب اكرر شكري وتقديري لهذه الخطوه المتميزه واترحب بكم بلدكم البحرين في اي نشاط وانا اقول حق الاخ علي لا تشاورونا في اي نشاط خليجي البلد بلدكم واحنا سنكون أسعد من سعداء عندما نقدم شيء يعزز التعاون بين أبنائنا الموهبة يعني لها دور كبير جدا وهي من علامات الفخر في كل بلد نحن سمو الأمير أيها الأخوة الكرام أبناء الطلبة منذ سنوات كنا نفكر أن ننشي مركز لرعاية الموهوبين في بلدكم البحرين فكثير من الأخوان أتوا لي بأوراق والله هذه عند في هذه ملك وزارة التربية في ذي المحافظة في تلك المحافظة هذه الأرض أكبر هذه الأرض قريبة من الشارع قلنا لا نصبر شوي بعد وانتم رايحين الآن إن شاء الله في أي زيارة أو حتى وقت مقادرة بتمرون على أقدم مدرسة في البحرين كنظامية يعني تدفع لها من أول مدرسة التزمت فيها مملكة البحرين كدوام نظام تعليمي رسمي أسست في 1919 المبنى القديم موجود على الشارع اخترنا أرض بالقرب منه وعلى نفس الشارع وعملناها مركز رعاية الموهوبين أو مركز الموهوبين ليش؟ لأننا نعتقد أن الموهبة مهمة جدا وعلامة ناصعة في كل بلد أي زائر عندما يأتي الى البحرين ويجد ينظر الى اقدم مدرسه يجد ايضا الى اكبر مصنع للعقول. فانا اكرر شكري وتقديري ونسال الله تعالى لكم مزيدا من التعاون مكررا كل الشكر والتقدير لسمو الامير ولمجلس الاداره الكريم على دعم هذه المسابقه دعم هذه الفعاليه وهذا ليس قريب على شخصكم الكريم او على هذه الشركه الرائده. لان ايضا دور القطاع الخاص لا يمكن ان نغض الطرف عنه وانما دائما نشيد به لانه ايضا هو حراك اساسي فمخرجات التعليم حاضرا ومستقبلا تتوزع على كل الجهات. فاهلا وسهلا بكم جميعا في بلدكم في بلدكم البحرين. وباذن الله تعالى نراكم دائما كل في خير وكرر ترحيبي للجميع وان شاء الله يجعل كل عمل وكل خطوه هو لخدمه الانسانيه ولخدمه ابنائنا في دول الخليج وان تكون في موازين الحسنات قبل كل ذلك والسلام عليكم ورحمه الله. الشكر والتقدير لصاحب السعاده الدكتور ماجد بن علي النعيم. ان رعايه المتفوقين والموهوبين مسؤوليه جماعيه لا تقتصر على المؤسسات التعليميه فحسب وانما تطال ايضا كافه المؤسسات المجتمعيه وان شركه المراعي السعوديه تعي هذا الدور جيدا وتعمل على تاكيد عرى الشراكه بين المؤسسات الرسميه والخاصه للارتقاء بمستوى التعليم وبناء اسسه على اساس تشاركي صلب. من هنا ياتي تبنيها المشكور والمقدر لهذه الجائزه، التي اصبحت علامه فارقه في في اداء القطاع الخاص في الميدان التربوي. مع كلمه سمو الامير سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيس مجلس اداره شركه المراعي فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله القائل في كتابه قل هل يستوي الذين, الذين يعلمون والذين لا يعلمون والصلاه والسلام على نبينا محمد معالي الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربيه والتعليم بالبحرين الشقيق معالي الدكتور علي بن عبد الخالق القرني المدير العام لمكتب التربيه العربي لدول الخليج اصحاب السعاده اخواني واخواتي المعلمين والمعلمات ابناء الطلبه والطالبات لقد دأبت شركة المراعي على رعاية جائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج للتفوق الدراسي لطلبة التعليم العام سنوياً، بالتعاون مع المكتب لطلاب لطلاب الدول الأعضاء؛ لأنها تدرك منطلق مسؤوليتها الاجتماعية أن الاستثمار في الجيل الجديد هو الطريق الأكثر جدوى والأوضح معالم لخدمة بلادنا الخليجية وصناعة مستقبل مشرق لها في عالم في عالم متغير متحول. إن هذه الجائزة في عامها التاسع لتثبت سنة بعد أخرى أن الهدف من تأسيسها والعناية بها طوال السنوات الماضية قد أتى أكله وأعطى ثماره وما هذا الاهتمام الرسمي والاعلامي الذي تحظى به الجائزه في كل عام الا تاكيد على ذلك واثبات ان هذه الشراكه المباركه بين شركه المراعي ومكتب التربيه العربي لدول الخليج قد اشتد عودها واصبحت مضربا للمثل وقدوه حسنه يقتدى بها في داخل دول مجلس الخليج وفي خارجها لقد كان من اهداف هذه الجائزه ومازال تعزيز مفهوم التفوق لدى ابنائنا وبناتنا في المراحل التعليميه المختلفه الامر الذي من شانه تكريس, تكريس النجاح والانجاز في نفوسهم وبالتالي مواصله تميزهم والحصول على ارفع الدرجات وافضل الشهادات التي من خلالها يستطيعون خدمه اوطانهم في ميادين العمل المختلفه بعد ان تسلحوا بالعلم وتزينوا بالاخلاق الحسنه كما ان من فوائد هذه الجائزه المقدمه لابنائنا طلبه التعليم العام في دول الخليج العربي تحفيز اقرانهم للاقتداء بهم واللحاق بركب العلم والتفوق على امل صناعه جيل كامل من المتفوقين والمتميزين والمبدعين والنابغين ان رعايه الطلبه المتفوقين ليست حكرا على الجهات الحكوميه فقط بل ان ابرز ادوار المسؤوليه الاجتماعيه للشركات ومنظمات القطاع الخاص هو الرعايه التعليميه والاستثمار في, المكو... في المكون التربوي والتعليمي، لأن ذلك لا يمس جانباً واحداً فقط في المجتمع، بل يتعدى ذلك إلى الطالب وأسرته ومدرسته ومجتمعه الصغير ووطنه الكبير. ولعل هذه الجائزة تكون ميداناً للتنافس وموضع اقتداء من القطاعات الخاصة الأخرى، بحيث تحذو حذو المراعي لتكريم العلم وأهله. في هذه المنطقه وانني بهذه المناسبه لو اهني الاخوه الفائزين والمكرمين في هذا اليوم ولا انسى انه في عام 2006 كنا في اول دوره لهذه الدوره في البحرين الشقيقين وكم نحن سعداء اليوم ان نكرم اشخاصا كانوا متفوقين في ذلك اليوم واليوم يحملون شهادات الدكتوراه في اختصاصات متعددة وفي الختام أيها الإخوة يسرنا أن نتقدم بالشكر الجزيل لمملكة البحرين الشقيقة وعلى رأسها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه وصاحب السمو الملكي الامير خليفه بن سلمان ال خليفه رئيس مجلس الوزراء لاستضافه هذه الجائزه هذا العام ونثمن ونقدر لهم بكثير من الاعتزاز والتقدير طيب استقبالهم وحسن استضافتهم كما يسرنا ان نشكر معالي الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربيه والتعليم بمملكة البحرين وللعاملين بالوزارة على تسهيل وإنجاح حفل الجائزة هذا العام وشكر موصول لمعالي الدكتور علي بن عبد الخالق القرني مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج ولجميع العاملين بالمكتب لمجهوداتهم المقدرة في إنجاح هذه في إنجاح هذه الجائزة وأسأل الله تعالى لنا جميعا السداد والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لسمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير ان جائزه التفوق الدراسي لطلبه التعليم العام هي احدى الجوائز التعليميه الكبرى بمنطقه الخليج والتي تهدف الى تكريم وتشجيع الطلاب المتفوقين في التعليم العام في الدول الاعضاء بالمكتب وتاتي هذه الجائزه السنويه لتضفي علينا مزيدا من الايمان بقدرات ابنائنا ومزيدا من الايمان بقيمه الاداء المتفرد والعطاء المتميز كلمة معالي الدكتور علي بن عبد الخالق القرني مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج فليتفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه اجمعين. معالي الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربيه والتعليم في مملكه البحرين راعي حفلنا هذا صاحب السمو الامير سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيس مجلس اداره المراعي راعيه الجائزه ايها الحفل الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى تحط جائزة المتفوقين رحالها هنا في رحاب المنامة في حمى البحرين المنيع. مرة أخرى تحط جائزة المتفوقين رحالها هنا في رحاب المنامة في حمى البحرين المنيع. مرة أخرى نتسامى بهذه الجائزة لنضعها بين يدي أهل دلمون الذين ورثوا الإنسانية حضارة لم تعرفها إلا رمال البحرين ولم تتذوق عبقها إلا أمواج البحر التي تغفو حينا وتنتفض أحيانا على شواطئ لا تتعب من احتضان الموج ولا تتوانى عن كتابة التاريخ تحية للبحرين ولأهل البحرين الذين تركوا في تاريخ الأمة محطات ثرية مليئة بالعطاء ووضعوا بصمتهم في كل صفحة من صفحاته التحية لجلالة الملك حمد بن عيسى الذي يقود مسيرة الكرامة والانتماء للأمة ولحكومته الرشيدة التي ما فكت توثق عرى العروبة الخالصة والدين القويم والتحية لمعالي وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد بن علي بن عامي ولوزارته الموقرة على ما بذلوه من جهد مخلص لنعيش اليوم هذه البهجة ونسمع نبضات قلوب أبنائنا وبناتنا تترجم سعادتهم وتتلو على مسامعنا فرحتهم وهم يقفون بشموخ وعزة على ثرى الشموخ والعزة والكبرياء هذه الجائزة التي نجتمع حول جمالها اليوم أيها الحفل الكريم لنتوج بها أبناءنا وبناتنا إنما تمثل أجمل صور الشراكة بين جهة حكومية هي مكتب التربية العربي دول الخليج وشركة رائدة في الجودة والإنجاز ودعم الكفاءات الوطنية، وبخاصة في مجال التعليم، وتأكيداً على هذه على هذا التوجه السامي معناه، يشرف حفلنا اليوم بصاحب السمو الأمير سلطان بن محمد رئيس مجلس إدارة شركة المراعي الرائدة، الذي أبت همته إلا أن يشاركنا الفرحة بكم، فلسموه منا الترحيب الذي يليق، والتحية التي لا تضاهى. وللمراعي كل الشكر في أبهى صوره والشكر موصول لسعادة العضو المنتدب لقد جاء هدف تربية النش وخدمة الإنسان الخليجي على رأس أولويات وأهداف استراتيجية مكتب التربية العربي دول الخليج وها هي مفردات النجاح تحقق طرفا من هذا الهدف فنقف باعتزاز أمام ثلة رائعة مبدعة, مبدعة من هذا النشء الواعد إن هذا اللقاء بين الأبناء هو أكثر معنى من التكريم وابعد هدفا من التعزيز، انه فرصة لابنائنا كي يلتقوا ويتعارفوا ويتحاوروا ويتبادلوا الانجازات والتجارب، ويرفعوا منسوب المحبة بينهم، ويتعرفوا فواصل المصير الواحد الذي يجمعهم، وايمانا من ابنائنا على اهمية هذا التكريم، فقد اصرت ثلة من المكرمين السابقين على مشاركتهم اخوانهم فرحتهم في هذا اليوم الاستثنائي بالنسبة لهم بعد ان حققوا في التعليم درجات عليا وكانت هذه الجائزه من ضمن المحفزات لهم لكي يرتقوا ويصلوا بانفسهم آه الى مراتب عليا لخدمه اوطانهم فاهلا بابنائنا حيثما كانوا واينما حلوا في هذه المناسبه الطيبه اتوجه الى ابنائي وبناتي فاهنئهم على تفوقهم وابارك لهم ادائهم واصل بالتهنئه الى امهاتهم وابائهم فابارك فيهم حرصهم ورعايتهم التي اثمرت اليوم هذا التميز الذي أسعدهم بكل تأكيد فسيروا أبنائي على بركة الله وأخلصوا في استعدادكم لتكونوا دائماً من الفائقين وكونوا أبداً على ثقة بأن مكتب التربية العربي دول الخليج سيكون إلى جانبكم راعياً ومحفزاً لكم ومباهياً بكم أحييكم جميعاً وأزف التحية لكل يد أسهمت في إنجاح هذا الحفل على أمل أن نلتقي في موعد قادم من العام القادم مع دفعة جديدة من أجيالنا التي نعقد عليها آمالنا ونرسم على دروبها طموحاتنا وفقكم الله ورعاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكر وتقدير للدكتور علي بن عبد الخالق القرني اما الان فمع فقره فنيه بعنوان خليجي من اداء طالبات مدرسه الرفاع الشرقي الابتدائيه للبنات تصميم الاستاذه ايمان حسن والاستاذه نوف الحجي اشراف قسم الاحتفالات اداره الخدمات الطلابيه فنتابع سويا الذين ذاقوا حلاوة التكريم وخبروا معناه لا يستطيعون الا ان يعبروا بحرارة عن تلك اللحظات التي عاشوا فيها ولا تزال تعيش معهم كلمة المكرمين في عام 2006 تلقيها نيابة عنهم الدكتورة حنين حبيب علي العالي فلتتفضل مشكورة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله الهادي البشير وعلى آله وصحبه أجمعين. صاحب السعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيس مجلس إدارة شركة المراعي معالي الدكتور علي بن عبد الخالق القرني، مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج. أصحاب السعادة، أولياء الأمور، الحفل الكريم. لقد اجتمعنا هذا اليوم في المنامة عاصمة مملكة البحرين من أجل التكريم الذي ينظمه مكتب التربية العربي لدول الخليج للتفوق الدراسي لطلبة التعليم العام في دورته التاسعة، تقديراً وتكريماً لجهودهم المبذولة لكسب العلم والمعرفة، وكفاحهم لنيل العلياء. لقد ابتدأت مسيرة هذا التكريم منذ تسع سنوات مضت، وكرمنا نحن المتفوقين في ذلك العام تكريماً بقي معنا، وفخرنا به طوال هذه السنين. وكان تحفيزا وتشجيعا لنا لمواصله الجهد الذي نبذله. ولقد كان لذلك التكريم الاثر الواضح في علاقتنا مع من حولنا وفي تعزيز مكانتنا كطلاب متفوقين في المجتمع. ولقد بذلنا جهدنا لكي نساعد الاخرين مما كانوا يبحثون عن وسيله للتفوق والتميز. وها نحن اليوم، بعد كل تلك المده. يشرفنا ويسعدنا ان نحضر معكم لنؤكد على ان الاثر المعنوي للتكريم ما زال باقيا معنا واننا ما زلنا نبذل جهودنا لنحقق احلامنا ونسعى للتميز دائما اخواني واخواتي المتفوقين والمتفوقات نود نحن متفوقي التكريم الاول ان نبارك لكم هذا التميز ووصولكم لهذه المراتب فهنيئا لكم ونتمنى لكم كل النجاح في حياتكم، فليكن هذا اليوم هو دافع وحافز لبذل المزيد من الجهد في مختلف جوانب الحياة، والعمل لتحقيق أهدافكم كافة، وشاركوا غيركم العلم الذي تحصلونه، ومدوا لهم يد العون ليتميزوا معكم، وتذكروا دائما أن هناك من يلاحظ جهدكم المبذول في شتى مجالات الحياة. فواصلوا زرع البذور لتحصدوها غدا ثمارا يانعه في ميادين العمل والعطاء. شكرا صاحب السعاده وزير التربيه والتعليم، وشكرا لشركه المراعي وعلى راسها سمو الامير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، وشكرا لمكتب التربيه العربي لدول الخليج، ولكل من ساهم في احياء مثل هذه المبادرات في المجتمع للتشجيع والتحفيز. وشكرا لأولياء الأمور لكل ما قدموه لأبنائهم وبناتهم وتحية للطلبة المتفوقين على جهودهم النيرة الموفقة التي لولاها لما كان هذا الحفر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشكر والتقدير للدكتورة حنين حبيب علي العالي خليجنا أرض واحدة، تاريخ مشترك، مستقبل متصل، أهل تجمعهم وحدة الدم والمصير. خليجنا واحد وحلمنا واحد، مع كلمة المتفوقين تلقيها المتفوق نور عبد النبي محمد من مدرسة الدراز الإعدادية للبنات فلتتفضل. الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين صاحب السعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم الموقر راعي الحفل سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيس مجلس إدارة شركة المراعي معالي الدكتور علي بن عبد الخالق القرني مدير عام مكتب التربيه العربي لدول الخليج حضورنا الكرام سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته لنا شرف التكريم كان سعاده لا تقوى احرف امنا استيعابها صفحاتها رحنا نجوب لعلنا لمدار رسمنا نستعين برسمها الشكر كل الشكر نهديه لمن ارخى لطلاب المعالي سدولها من موقفي هذا ابث رساله اودع اسم الود في طياتها مني اصاله فيضها ونيابه عمن خطى نحو العلا واصابها يا من الى الاجيال كنتم ملجا ومراكز الارشاد انتم بابها إنا نعاهدكم على أن نقتفي أثر الذي قد كان من روادها رواد درب المكرمات ولا يزل يعطي ليعلو للمكارم شأنها. حضورنا الأفاضل لحظات كهذه يتسارع فيها النبض ليسبق الكلمات موقف يقودك للتحليق عاليا بأجنحة الفخر والاعتزاز فخر بجهد لا قاصداه في نفوس تواقه للعلم عاهدت ربها على استغلال نعمه استغلالا امثل لتحصد بذورا غرستها فاينعت ثمارها وحان وقت قطافها براعم تتصدر صفحات الحاملين رايه الوطن المعطاء اعتزازا باناس وضعوا الوطن نصب اعينهم فبذلوا الغالي والرخيص وطرقوا الأبواب الموصلة لينهلوا من كنوزها ونحتوا في الصخر اسم الوطن بمنجزات أبهرت الناظرين حفلنا الكريم يا من تجشمتم عناء الطريق لتكتشفوا مهارات كامنة وإبداعات تبحث عن مخرج للظهور بيدكم صقلت وبجهدكم رأت النور حتى غدا شعاعه يشق الصفوف ليفتح الدهاليز الشائكة، ويتحدى بإنجازه جميع السالكين، ويغدو بفضله وطناً شامخاً يزهو بأبنائه المبدعين. فشكراً لوزارات التربية والتعليم في بلداننا الخليجية، وشكراً لشركة المراعي، وشكراً لمكتب التربية العربي لدول الخليج، وشكرا لاسرنا التي بذلت الجهد لتيسر لنا بفضل الله طريق التفوق والنبوغ. ختاما لكم منا كل الشكر والامتنان على جهود لن تضيع سدى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والان مع تكريم المتفوقين يتفضل كل من صاحب السعادة دكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيس مجلس إدارة شركة المراعي ومعالي الدكتور علي بن عبد الخالق القرني مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج المكرمون في عام 2006، ضيوف هذه الجائزة: الدكتورة حنين حبيب علي العالي. الدكتورة حوراء عيسى أحمد كمال. الدكتوره ساره علي عبد الرحيم عبد العزيز يستلم الجائزه نيابه عنها والدها لتواجدها في الصين لغرض الدراسه والدكتور ضياء حمدي محمود شوشه المرحله الابتدائيه بنات اليازيه حمد احمد النقبي من دوله الامارات العربيه المتحده دينان حميد علي الخباز من مملكه البحرين عروب عادل جاسن السيوحي من دوله الكويت <applause> جنى اكرم علي العنزي من المملكه العربيه السعوديه فاطمة بنت عبد الله بن صالح الفارسية من سلطنة عُمان مريم ناصر ناصر النعيمي من دولة قطر المرحلة الابتدائية بنين سعيد راشد سعيد الشمالي من دولة الإمارات العربية المتحدة أسامة أحمد فتح شعبان من مملكة البحرين مشعل نايف غنيم المطيري من دوله الكويت انس بن علي يحيى مباركي من المملكه العربيه السعوديه الصالح بن صلاح بن خليفه الشكيلي من سلطنه عمان جابر جاسم جابر راشد من دوله قطر المرحله المتوسطه بنات اصيله ناصر سعيد النعيمي من دوله الامارات العربيه المتحده نور عبد النبي محمد من مملكه البحرين موضي عامر راجح القحطاني من دوله الكويت طيف سعد معيض الحارثي من المملكه العربيه السعوديه النهروان بنت صلاح بن عبد الله الخنبشية من سلطنة عمان <applause> مريم علي محي الدين القرداغي من دولة قطر <applause> رابعا المرحلة المتوسطة بنين سلطان خالد مصطفى الجسمي من دولة الامارات العربيه المتحده احمد عقيل جعفر سلطان من مملكه البحرين حسن ماجد حج الفرحان من دوله الكويت خالد حسن الزعبلي من المملكه العربيه السعوديه. أحمد بن إبراهيم بن أحمد العجمي من سلطنة عمان. ومحمد خالد محمد الشيباني من دولة قطر خامسا المرحله الثانويه بنات امنه خليل ابراهيم عبد الله من دوله الامارات العربيه المتحده نور وائل عيسى الشيخ من مملكه البحرين الهنوف مهدي عبد الله المخلف من دوله الكويت لين بنت عبد الله فهد ال تميم من المملكه العربيه السعوديه تعذر وصول والدها لاستلام الجائزه عنها كذية بنت سليمان بن محمد الحسينيه من سلطنه عمان <applause> حصة علي أحمد قافود من دولة قطر المرحلة الثانوية: بنين. حماد سهيل علي الغفلي من دولة الإمارات العربية المتحدة. مصطفى محمد محمد حماد من مملكة البحرين. زين جليل محمد ششتري من دوله الكويت سليمان بن خالد بن سليمان الرجيعي من المملكه العربيه السعوديه ناصر بن سعيد بن ناصر الراشدي من سلطنه عمان وناصر سلطان ناصر الكواري من دوله قطر يتفضل, يتفضل صاحب السعاده الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربيه والتعليم بمملكه البحرين بتكريم الوفود المشاركه وفد دوله الامارات العربيه المتحده يتفضل ممثل الوفد باستلام الدرع وفد مملكه البحرين فليتفضل ممثل الوفد باستلام الدرع وفد دوله الكويت فليتفضل ممثل الوفد باستلام الدرع وفد المملكه العربيه السعوديه فليتفضل ممثل الوفد باستلام الدرع. وفد سلطنة عُمان. فليتفضل ممثل الوفد باستلام الدرع. وفد دولة قطر. فليتفضل ممثل الوفد باستلام الدرع. يتشرف صاحب السعاده وزير التربيه والتعليم يتشرف صاحب السعاده وزير التربيه والتعليم بتقديم درع تذكاريه لسمو الامير سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيس مجلس اداره شركه المراعي. ودرع تذكاريه لمعالي الدكتور علي بن عبد الخالق القرني كما يتشرف معالي الدكتور علي بن عبد الخالق القرني مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج بتقديم درع تذكارية لسمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيس مجلس إدارة شركة المراعي ودرع تذكارية لصاحب السعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم راعي الحفل أما الآن فمع التقاط الصورة التذكارية بهذه المناسبة السعيدة أدام الله أبناء الخليج تميزاً وتألقاً وصدارة، وشكراً للحضور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته